هذا اللقاء ديال موسيقى بدون تأشيرة هي ترجمة موفقة لفيزا فور ميوزيك. هو لقاء سنوي كتنظمو الوزارة الثقافة مع شركة أنيا ومؤسسة هبة ومع فرقاء آخرين اللي كيسمح العاملين المهنيين في مجال الموسيقى باش يكتشفوا الأسواق الخارجية. وهذا اللقاء وهذا الملتقى وهذا الصالون الموسيقي هو من أبرز اللقاءات الموجودة في العالم، ونحن نفتخر بيكون المغرب أحرز في 3 سنوات من خلال 3 نسخ لهذا اللقاء على واحد المركز متقدم ما بين هذه اللقاءات القليلة اللي كاينة في العالم. وهذا نتج على المهنية والحرفية ديال القائمين علي والأخ إبراهيم زن اللي كيشتغل بواحد الشكل جدي في هذا الباب. هذا الفنانين المغاربة والفنانين الأفارقة والفنانين العرب اللي كيتواجدوا الآن أو الممثلين ديالهم أو المديرين ديال المهرجانات العالمية اللي كيحضروا المغرب واللي كيتعرفوا من خلال هذا اللقاء على الإنتاجات وعلى الجديد ديال الفنانين المغاربة والأفارقة والعرب كيتعاملوا كيتفاعلوا فيما بينهم وكينفتحوا وكيفتحوا آفاق أسواق جديدة لهاد الفنانين، الشيء اللي كيعطي هذاك الإشعاع وذاك الصدى للموسيقى المغربية وحتى الموسيقى الإفريقية والعربية.